بسم الله الرحمن الرحيم. كي شفتوا المقابله ما كانتش سهله، المقابله كانت صعيبه، اللي خديناها مع فريق يعقوب منصور، فريق اللي كنقول لا بريباراسيون ديالو بدات واحد تكنا واحد المده اللي هي مده طويله، فريق اللي متكامل. حنا يلاه غادي نقول لك واقيلا شي تقريبا 25 يوم هكذا كل ملي بدينا، ولكن الحمد لله جو سوي تري ساتيسفي بالنسبه للفرقه ديالي، رغم كاين اخطاء ما غاديش نقول، لان مساله اللي خص كل واحد ياخذ حقه، هكذا اللي كنعرف انا، كل واحد خص ياخذ حقه، لا اله الا الله. المهم المقابله خرجت مزيانه، اللي كيهمنا هو نكون راضي على الفريق ديالي، وغنقول ان شاء الله الكلمه ديالنا في المستقبل، لان باقي عاد في لافاز بريباراتوار، واخا رانا في لي ماتش دو كومبيتيسيون بطبيعه الحال، لان انا كنت كنتظر الحقيقه، لان كنت كنتظر الخصم باش يكون خصم قوي، لان الفريق اللي حقق على مر السنوات واحد الاستقرار اللي هو استقرار لا في الناحيه ديال التسير ولا في الناحيه ديال الاداره التقنيه، فريق كنت كنتوقع به باش يكون فريق منظم، الا ان الا شفتوا المقابله ما كانش ماشي فرق كبير، لان باش يجي واحد الفريق اللي 25 يوم يلا جمعنا هاد الدراري هادو مع واحد الفريق اللي لا بريباراسيون كانت كبيره، ما شفناش شي فرق اللي هو فرق شاسع، هذا هو اللي غادي يخليني مطمئن على الفريق ديالي، وان شاء الله مستقبلا غادي نكون ان شاء الله مزيانين. ما غاديش نقول كنوجدوا فريق للمستقبل، لان دابا رانا في الكومبيتيسيون هنا، شوف المستقبل دابا اللي غنوجدوا فريق، رانا دابا رانا في المستقبل، انا كنقول بان مع دور مع مرور الدورات الفريق غيتحسن شيئا فشيئا ان شاء الله، وغادي نحاولوا ما امكن، لان البطوله ديال هذا العام كون على يقين بانها تكون بطوله قويه وقويه بزاف، غادي تكون واحد المنافسه جد شرسه مع واحد يمكن نقول واحد سته ولا سبعه، ماشي بحال السنوات الفائته ولا الفارطه اللي كانت المنافسه كتكون بين جوج ولا ثلاثه ديال الفروق، ولكن هذه السنه كتنبا بان تكون المنافسه شرسه، لا من ناحيه ديال الادوار الطرائيه الصعود لكاس الوطني الثاني، ولا في تكنا باش ما يهبطوش فرق القسم اللي هو موعد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.